سواعد وكفاءات جزائرية معظمهم خريجي من الجامعات، يفوق عددهم 200 عامل، استطاعوا أن يرفعوا التحدي بإنشاء هذا المصنع بالمنطقة الصناعية الجديدة وادي البردي بولاية البويرة. الوحدة من ضمن أكبر الوحدات الخاصة في إنتاج الدراجات النارية على المستوى الوطني. عندنا ديزانجينيور فيهم سواء في الديفلوبمون سواء في الكوميرسيال سواء في المونتاج سواء في لابارتي الكترونيك سواء في المانتينونس، كاع شبان من جميع الولايات الجزائريه. بعد ما تحصلت على ليسونس في الكتروتكنيك جيت لهنا حطيت السيفي في المؤسسه هذه، والحمد لله اتصلوا بينا بعد ما داروا لنا اونتروتيا والاخرى، اتصلوا بينا هنايا والحمد لله دخلنا لهنايا. عندي دوكا مده 3 أشهر وانا هنايا في هنايا، وكاينين مؤطرين كاينين اللي يكونون هنا يكونون في مده قصيره جدا هكذا. يا متخرج من جامعه البويره، كيما راكم تشوفوا احنا اليوم رانا خدامين يون اسبير ان شاء الله كيما اليوم يكونوا دوتغ اندستري يكونوا دوتغ يونيتي دو برودكسيون بور ايسيي دي راديكي هذا الشوماج. هي من ضمن الوحدات الصناعيه التي استفادت من العقار الصناعي في اطار التسهيلات التي منحتها الدوله لازيد من 40 مستثمرا على مستوى ولايه البويره. طاقة الإنتاج لهنا في ولاية البويرة 30 وحدة صنع وإنتاج للزوج، صنع باسكو نصنعوا الهيكل وكما نقولوا البوكس تاعها، وخاصة عندنا صناعة 100% لكادر نتاع التريسيكل، وحنا كشركة وطنية نعاونوا هذو المؤسسات والشركات وحتى المؤسسات اللي حابين يعاونوا في سورتو بور لي بيرسون ا موبيليتي ريدويت. نخدموا مع لاكناس ديجا باش نطوروا علاقات معهم، باش كاين دي اسوسياسيون ثاني يخدموا ديريكت مع ذوي الاحتياجات الخاصه. المصنع الذي دخل حيز الخدمه منذ 4 أشهر يطمح ايضا ولوج السوق الخارجيه. في التصدير رانا في لافاز تاع ليتيود دو مارشي، احنا عندنا في لاكوت ديفوار درنا ليتيود دو مارشي في لاكوت ديفوار، بقى لنا برك لاغريمون تاع فابريكاسيون لهنا باش نوليو نصدروا. هي من ضمن الاستثمارات الصناعيه الواعده بالبويره، ستسهم في ترقيه الصناعات الميكانيكيه والرفع من نسبه صادرات الجزائر.